الواحد ما بيرتاحش غير في بيته. الدنيا جميل في ساعة واتمختر كده بالراحة، أنا أدي عليك معاك. إيه ده؟ إيه ده بس؟ ستوب ستوب يا جدع، حرام عليك، إيه اللي جابك دلوقتي؟ حرام عليك، بوظت المفاجأة. يلا امشي استخبى استخبى. مين أنتم؟ بتعملوا إيه هنا في بيتي؟ ده أستاذ قرين عزمنا على عيد ميلاد بنته طيف رقم 100، فقلت اما اجيب لها ملايه السرير هديه. انت برضو جبت ملايه سرير؟ يا ابني قلت لك البنت صغيره هتلاقي كيس مخده ولا حاجه. ملايه ايه ومخده ايه؟ اتيتك يا عبد المعين تعيني، وجدتك يا عبد المعين تافه. ابوس ايدك يا استاذ مؤنس، كفايه شعر، انا اتنفخت شعر منك. يا تخش تستخبى معانا، يا تطلع اوضتك فوق وتقفل على نفسك الباب عشان البنت زمانها على وصول. ما توصل ولا تنحرق بجاز. شاهدين؟ شاهدين يا ناس؟ بيدعى البنت يوم عيد ميلادها. يا قلبي، يا قلبي. ابني حبيبي، سيب الواد، حرام عليك، منك لله. اهدي يا حاجه، اهدي يا حاجه، مفيش حاجه. يا قرين بيه، انت عندك السكر، صحتك. لا اله الا الله، الحقوني يا جماعه بازازه كلوروكس، الملايه هتضيع مني. انا عايز اعرف فين تسنيم مراتي الهانم اللي نايمه على ودانها وسايبه البيت قلب كباريه. انت فين يا هانم؟ انت اعوذ بالله من غضب الله، ايه ده يا تسنيم؟ ايه يا مؤنس، ما تخافش، انا تسنيم. الله، ما هو ده سبب ادعى للخوف، ايه اللي انت منيله في نفسك ده؟ ده عشان العيد ميلاد، الست روح عزمتني انا والبنات. بجد؟ ست روح عزمتك؟ ده انا هطلع روح اللي جابك.